السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كدرتو؟ لاباس لاباس عليكم. كنسلم على جميع المغاربه ديالي داخل الوطن وخارج الوطن وجميع دول العرب، كنسلم عليكم بزاف بزاف. دابا يا خوتي جيتكم على واحد الوصفه، المتتبعين ديالي دائما تيهضروا معايا في الخاص كيقولك خالتي ورينا شي وصفه ديال اللي كتحيد العرق. انا عندي واحد الوصفه كنديرها ومتبعاها زوينه وكتبيض البلاصه اللي فيها العرق تحت البيطان كتبيضها، ولكن خصكم تتبعوها. دابا عندنا يا خوتي هنايا الشبه، ها هي تتمشيو عند العشام كيعطيكم الشبه، ما تجيبوش المطحونه من عنده، جيبوها نتوما وطحنوها على يديكم. وعندنا هنا المسك، ها هو هذا المسك راه مجهد. دابا غادي ندوز اخوتي غادي نطحن هاد الشبه هادي وغادي نوريكم الطريقه ديالها، وراها مزيانه كتحيد العرق وكتخلي الريحه زوينه وكتبيض تحت البيطان. راه الا تبعتوها راها مزيانه. دابا غادي ندوز نطحن هاد الشبه هادي، غنديرها هنا في المراس عاد ردها نطحنها في الطحانه باش ما تهرسها لي شيء، حيت هي راه قاصحه بحال الحجره، الا درتوها في الطحانه قد هكا راه غتصالحوا مع الطحانه ديالكم. دابا انا غنديرها في المراس تندقها شويه غير تهرمش هكا شويه وغادي نديرها في الطحانه. ها نتوما كتشوفوا دابا غادي ندير الضف في الطحانه باش طحنها لي مزيان، كترضى لي بحال الغبره. الحاجه اللي قاصحه ما ديروهاش اخوتي في الطحانه، راه غادي تخسرها ليكم. ها المراز راه كاين الحاجه البلديه، ما كاينش بحال المراز، واخا يكون لي كان راه المراز مزيان. ها نتوما دابا غادي نرد دابا في الطحانه غادي نطحنها. دابا هي فين طحنتها هانتوما كتشوفو، عندنا هاد شوية د المسك غادي نديرو تا هو يطحن هنايا، هاد شوية د المسك هدا غادي نطحنوه تا هو باش يعطينا الريحة معاه. غادي نديرها هنا، أنا درتها هنا هاد شوية د المسك هدا نطحنو هنايا. صافي طحنت تتولي غبرة، هانتوما كتشوفو كطحن مزيان. وبغيتكم تتبعوها يا المتتبعين ديالي، راها مزيانه، حاجه اللي كنديرها انا كنشركها معاكم. ها هي طحنات، شتوها كنديرها هنا فواحد القريعه بحال هكايا، ديروها هكا فواحد القريعه بحال هكايا. ها نجيب معلقه باش نجبدها. كتولي بحال الطحين ديال الفورس، كتولي مع هاد المسك هذا درت فيها الريحه كتطلع زوينه. المسك راه مزيان، انا غير عندي هاد الطريف صغير، نتوما الا لقيتو بزاف ديروه. ها هي دابا هادي وجدتها، دابا كنديروها هنا في هاد القريعه هادي. ملي كدوشو شتي المتتبعين ديالي، ملي دوشو ومسحو مزيان حتى كتمسحو كتهزوها بحال هكا وكطليوها تحت بيطانكم وتلبسو حوايجكم، ما كتخرج لا ريحه العرق لا دوك العروقات تخرج منكم، كيبقاو الصفيطات لا رجال ولا عيالات كلهم يديروها. انا كنقول لكم ديروها الدراري وبنات ورجال وعيالات يديروا هذه الوصفه، راه زوينه ولا تبعتوها كتبيض كتبيض هذه البلاصه ديال اللي كيكون فيها العرق تحت البيطان. ديروها منين دوشو دوشو، لا دوشتو نهار على نهار ديروها، دوشتو بقيتو يومين وديروها، غير فين ما دوشتو ديروها، راه ما كتبقى فيكم الريحه ديال العرق من تدويشه حتى تدويشه. انا كنديرها في وقت البرد، راه من تقريبا كندوش ديك 3 ايام 4 ايام عاوتاني ونديرها عاوتاني في هذه الصهده هذه، راه كنعوم يوميا نهار نهار نعوم نهار ما نعوم شيء وتنديرها، والله ما كتبقى الريحه ديال العرق وراها مزيانه. بغيتكم المتتبعين ديالي ديروها وغادي تشكروني عليها بزاف بزاف، راني قلتها لواحد شي بنات داروها قال لك خالتي والله الا ما بقاوش الصفيطات كيتوسخوا لنا بريحه العرق وبقات فينا الريحه زوينه. ديروا غير المسك، انا عندي غير شي شويه، نتوما شريو طرف شويه كبير وديروه وحكوا حتى ولا ما دقيتوش في الماكينه كحكوا غير في الحكاكه وديروا عندكم. هاد الشبه راه رخيصه، هادي اللي شريتها انا راه غير جوج دراهم، هاد الحجره هادي اللي شريت غير جوج دراهم، انا غير بغيت نشاركها معكم وراه عندي مطحونه. شحال متتبعه كتقول خالتي فيا ريحه العرق ما بغاش تحيد مني عندي العرق، وداك العرق بناتي راه كيجي من الاعصاب، الانسان ملي كيتعصب كيخرج منه العرق خانس. واش غادي نقول لكم ديروا هاد الشبه هادي راها مزيانه وتبعوها
وكتبيض تحت البيطان، وبغيتكم تشكروني عليها بزاف وبارطاجيوها، بارطاجيوها مع الناس باش حتى هما يستافدوا، البنات والرجال وعيالات، وديروا ليا جيم. وشكرا لكم، الله يخطيكم، ربي يكبر بكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.